السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا ذكرنا بعض من ترهات اليهود في التوراة، وفي التوراة اليهود يصفون إيل اللي هو إلههم ما لهم علاقة بإله برب العزة، هذا إلههم هم، ويعتقدون أنه هو في السماء وأنه في جبل صهيون ساكن وكذا، يعتقدون بأنه يغار غيرة شديدة وعنده حسد، يغير حسد، فيغار من أبنائه. من يغار؟ يغار من أبنائه. من شكيف قال لك لما رأى إيل اللي هو الله، رأى الرجال يتزوجون النساء والنساء جميلات، فغار فقتل الرجال جميعا. الله أكبر، هو باهي وما يخلق نسوة ثانيات، فأمر غريب. وزي ما قلت لكم معناها يعتبرون بأنه اليهود أفضل من الرسل وأفضل من الملائكة وأفضل من الأنبياء، وأنه الكون خلق لهم، وأنه لولا اليهود لانعدمت البركة. أيضا عندهم تقديس للحاخامات بتاعهم رجال الدين، زي ما احنا عندنا بعض الفئات المنحرفة الآن اللي هي عندها الولاء والبراء في الشيخ، لدرجة أنا والذي نفسي بيده، في عندي أصدقاء حتى السلام عليكم عاش يقول لي فيه، لماذا؟ لأني أنا تكلمت بالحرف الواحد، أدنت في حلقات الفتوى التي جاءت من السعودية ومن كذا، من أطراف معينة معروفة، هؤلاء الذين يتوجهون لهذا الفريق. ففي اللجنة واحد منهم إمام مسجد وصديقه كذا، نزلت نسلم عليه، قال لي ما نعرفك شرا، قلت له شنو تهدرز أنت كذا، قال لي والله ما نعرفك، قلت له غير ما تحش بالله، قال لي والله العظيم ما نعرفك. هؤلاء الولاء والبراء في الشيخ، يسألك يقول لك منو شيخك؟ إذا كانت أنت عاديت شيخه ولو كان شيخه على ضلالة، فهو سيعاديك طول عمرك، ما عادش يعترف بيك، ولهذا وجب هجرك، فأنت أصبحت على معناها على غير ملة الإسلام. فهذا شبيه بتقديس اليهود للحاخامات. اليهود التلمود يقول بأن الحاخامات منزهين، بل يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يستشير الحاخامات على الأرض، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لما تواجه الله مشكلة عويصة قال لك يجي يستشير الحاخامات. وانا حنجيب لكم التلمود جاء في التلمود من يجادل حاخامه ومعلمه فقد أخطأ، وكأنه جادل العزة الإلهية. وجاء أيضا في التلمود اعلم بأن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء، لأن أقوالهم هي قول الله الحي. مازال أنا أهم حاجة التلمود يتكلم يقول إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر الله، وقد وقع الاختلاف. بالله انظر، اسمع هذا الكفر، هذا كتاب، هذه كتب الدينية التي يدرسونها. ولتعلم بأن اليهود احنا نقرأ في الأسبوع، وذكرتها قبل في حصتين دين في الأسبوع أعتقد، كثر خيرك، كان في واحد ممكن مراحل تقرأ ثلاثة في الأسبوع. اليهود يدرسون من 10 إلى 12 إلى 16 إلى تصل 24 ساعة في الأسبوع، 10 ساعات في الابتدائي، 12 ساعة معناها وتصل 16 ساعة في الإعدادي، احنا حصتين 45 دقيقة ولا قداش. فهذه الكتب تقرأ، التلمود يقرأ يدرس المرحلة الإعدادية والثانوية، واعتقد ان حتى في الثانوية فقط، لكن بالنسبة للتوراة يدرسها من اول ابتدائي، بل بالعكس من روض من بيته يدرس يحفظ بعض الآيات من التوراة. فهذا التلمود اللي هو يدرس زي ما قلت لكم في المدارس يقول إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها، الحاخامات معناها شيوخ الدين وكذا عندنا احنا، ولا يقاس، لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر الله، وقد وقع الاختلاف يوما بين الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بين الله وبين علماء اليهود في مسألة، وبعد أن طال الجدل تقررت إحالة المشكلة إلى أحد الحاخامات الربانيين، واضطر الله أن يعترف بخطئه بعد حكم الحاخام المذكور. الله أكبر على هذا كفر. شو تبي أكثر منك كفر؟ ومع هذا كله، مع أنهم مفضلين كذا، لكن اليهود يعتقدون اعتقادا جازما بأنهم مغضوب عليهم وأنهم ملعونين، لكن سيتم تطهيرهم. لكن التطهير حنعرفوه، هذا أخطر من الموضوع. المصائب الآن اللي نزلت على رؤوسهم في سنوات التشتيت والتيه وغيره وغيره وغيره، هذا لماذا؟ لأنها نزلت على رؤوسهم مخالفوا يهوى بنتنازلهم زي ما قلت لكم بدري على حقوقهم، معناها في حملهم للأمانة، لأنهم شعب مميز وخلقهم الله، معناها خلق البشر على شكلتهم، وخلقهم الله معناها من أرواح، معناها غير أرواح، معناها الباقي البشر، حتى يخدموهم البشر ويستعدوهم. لكن هم اليهود لأنهم تنازلوا وتعاملوا مع الناس معاملة الند للند أو أقل أو كذا، فغضب عليهم يهوى، فهم يعتقدون بأنهم هم ملعونين.
ويجب أن يستعبدوا العالم، ولكن حيأتي يوم للتطهير حنعرفوه. وهذا أخطر شيء، أخطر شيء. وأنا أقول لكم، اليهود يعتقدون بأن كل البشر كالبهائم، ولا يجوز التنازل لهم ولا التشبه بهم. وأنا أقول لك، أرجع للتلمود وأرجع للتوراة. اليهودي إذا كان في التوراة، في التلمود طبعا اللي هو فيه الأحكام، إن اليهودي إذا قتل أحد من الآدميين لا يأثم بل يؤجر. الإثم أمتى يأثم؟ لما يقتل واحد يهودي. وهم عندهم تشدد في 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 موضوع الفاحشة، عندهم تشدد فيه، معناها يعتبرون أنها لا تجوز وأنها معصية وكذا وكذا، ونحن لا نختلف عليها هذا الكلام. ولكن هذا المنطلق الديني الحقيقي المشوه يقول لك الفاحشة عندهم شنو هي؟ أنه إذا الفاحشة أنك إنه واحد يرتكب فاحشة مع امرأة يهودية، زوجة يهودي، هذه فاحشة عندهم. لكن لو ارتكبها مع واحدة غير يهودية من الأموميين من الأغيار وجب قتلها بعد الفاحشة لأنها بهيمة. هكذا، هذا دين يا جماعة، هذه عقيدة، هذه عقيدة، لأنها بهيمة ولأنها مدامها حية فهي ستذكره بخطيئته الأولى. ويجب أن الإنسان، لأنها عندهم التطهير وكذا، يجب أنه يتطهر حتى ينسى الماضي. مدام الماضي موجود عنده أو الخطيئة موجودة قدامه فهو لن يتطهر، فلهذا وجب مش قتلها، حرقها. هذا عقيدة. طبعا اليهود كانوا ينتظروا أن شيني أن الله يرسل إليهم رسول من نسل سيدنا داود باش يحارب، لكن رسول محارب باش يحارب الأرض على خطرهم ويحارب العالم على خطرهم ويحكم العالم. لكن الله أرسل سيدنا عيسى، سيدنا عيسى أرسله حتى يهديهم بالموعظة الحسنة وبالكلام الطيب وبالحسنة. طبعا ثاروا عليه وشوهوه. طبعا علمكم طبعا كلمة المسيح، كلمة المسيح تعني الممسوح بزيت البركة، هذا عند اليهود طبعا، لأنها في الأصل الأنبياء بني إسرائيل هم. المسيح معناها كانوا يمسحوا في الملوك والأنبياء والكهنة والبطارخ وكذا، ذوي الهيئات العظيمة يمسحوا فيهم بزيت يسموا فيه زيت البركة، فلهذا سمي المسيح. وتلقى أن شنهي، تلقى أن لما ترجع للتوراة تلقاهم لما يذكروا سيدنا عيسى يذكروه معناها ذكر طيب، مثلا لا والله والذي نفسي بيده يذكرونه بأقبح الصفات، يرون بأنه ابن زنا وإنه ابن حصان، استغفر الله العظيم على هكذا كفر، مش ليس حتى من البشر. ويرون بأن شني، بأنه يجب تطهير العالم، معناها المفروض لم يصلب، المفروض تطهر منه العالم بشني، بغلية بحطة في برميل من، استغفر الله العظيم، والله كلام ما ينقال. لكن هذه التوراة، هذه حتى تعرف أنت العدو اللي مقابلك شني عقيدته، شني عقيدته في قلبه وشني تفكيره فيك، باش تعرف أنت لوين وصلنا. فهم يرون بأن المفروض ما كانش يتم صلبه حسب ما يتهيأ لهم، إنما كان المفروض أنه يوضع في برميل، معناها على نار في برميل من البراز، ويوضع فيه سيدنا عيسى، استغفر الله العظيم، تعالى 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 سيدنا عيسى على هذا الكلام البذيء اللي يقولوا فيه واتهامهم به، بأن صفات كثيرة حنتعرف عليها بعدين من التوراة نفسها ومن التلمود ومن الإنجيل، ومن حتسمعوا كلام غريب. وأقول لكم طبعا إنه ليس سيدنا عيسى فقط اللي حاولوا قتله، لا، اليهود قتلوا عشرات بل مئات الأنبياء. سيدنا داود، سيدنا يحيى، أنت انظر، سيدنا يحيى علاش قتل؟ سيدنا يحيى قتل لأجل راقصة. تخيلوا إن شني، إن أحد ملوك اليهود كان يبي يتزوج بنت خوه عمها، بنت خوه عمها، وكانت ترقص له وكان معجب بها، فقالوا له لا يجوز وكذا، لكن قالوا له اسال يحيى، النبي يحيى، طبعا يؤمنون بانه نبي ويؤمنون بانهم انبياء. فجوا لسيدنا يحيى قالوا له والله الملك بيتزوج كذا وكذا، قال لهم لا، كيف شرع الله هذه محرم عليه هذه كذا، فقالوا له، فطبعا ما صارش. فالراقصه هذه اعتقد ان اسمها استير، موجود هذا نوثقه لكم بإذن واحد من أحد. فالراقصة دي طبعا امتنعت عن الرقص لعمها، ما قدرش يصبر عليها إنه يبيها، فقالت لها أنا لن أرقص لك ولن أرضى بك زوجة إلا إذا كان جبت لي رأس يحيى نشرب فيه الخمر. لا إله إلا الله. فأمر بسيدنا يحيى أن يقتل وأن تقطع رأسه، وجبوه وجوفوه جبوه للراقصة الفاسدة هذه، شربت فيه الخمر، شربت فيه الخمر.
عظيم. نجو احنا لخطورة الموضوع الآن. اليهود يؤمنون إيمانا جازما بأنهم ملعونين وأنه سيتم تطهيرهم بنزول المسيح المنتظر. المسيح المنتظر غير المسيح غير سيدنا عيسى، زي ما تؤمن أنت هم يؤمنون. وأن المسيح المنتظر المسيا يقولوا له هذا سيقودهم لتدمير العالم ولحكمه ومسح كل الأديان عدا اليهودية. هذا في معركة يقول لها معركة هرمجدون، وهي منطقة يقول لها الفلسطيني يقول لها تل المجيد اللي باش يقود فيها سيدنا عيسى. احنا نقود فيها سيدنا عيسى للقتال ضد الأديان الأخرى ولنبقى غير الإسلام. انت تؤمن بهذا الكلام بأن سينزل مسيح وكذا وغيره وكذا، وبعدين بينزل سيدنا عيسى وبيقود المسلمين وعلى دين الإسلام وكذا. هو يؤمن بعكس الكلام هذا، هو يؤمن بالمسيح المخلص، أن سيدنا عيسى، أو طبعا هناك خلاف ما بين الاثنين، في أن أحدهم يقول المسيا اللي هو المسيح المخلص، والنصارى يقولون سيدنا عيسى سينزل وكذا ويطهر الأرض وكذا. فطبعا هم ينتظرون باش يتم التطهير بها باش يحكموا العالم، ينتظرون المسيح. لكن الفارق ما بيننا وبينهم هي النقطة هذه. نحن لدينا علامات ليوم القيامة، العلامات الكبرى والصغرى وكذا، أيضا هم عندهم علامات. نحن ننتظر أنه بالعلامات هذه، بعد العلامات هذه ينزل سيدنا عيسى معناها يعم الخير في كل الأرض ويحارب اليهود والنصارى وغيره ويفرض الإسلام في كل العالم، ثم يكون النفخ في الصور وتكون يوم القيامة. لا، هم لا يؤمنون بهذا، هم يؤمنون بأنهم يجب أن يعجلوا. هو المسيح ما ينزلش إلا بعملك أنت، بعملهم هم. أمتى ينزل المسيح؟ المسيح باش ينزل لازم في علامات ينزل به. أول شيء انتبه الآن، قيام دولة إسرائيل وعاصمتها القدس. استمع إلى هذا الكلام. الآن نبدو في الخطورة، الآن في خطورة التجهيل اللي عايشين فيه احنا. هم يؤمنون وهكذا التوراة ويتوارثونها جيلا بعد جيل، مش غير هم بس، حنعرفوا المسيحيين أيضا يؤمنون بأن المسيح لن ينزل ويقودهم إلا إذا قامت دولة إسرائيل وعاصمتها القدس. ويجب، مش غير هذه بس، يجب إعادة بناء هيكل سليمان. ليش؟ حتى يظهر المعبد، المذبح هيكل سليمان اللي هو فيه المعبد، اللي هو فيه المذبح حيث تذبح القرابين. ما هو كل معبد فيه مكان لذبح القرابين اللي يقدمونها مثلا لآلهتهم، الإله متاعهم هذا. ففي هيكل سليمان، طبعا وين موجود هيكل سليمان؟ موجود تحت المسجد الأقصى. فيجب هدم المسجد الأقصى حتى يستطيعوا بناء الهيكل المزعوم، ثم على أنقاض المسجد الأقصى، ثم يديروا المذبح حضايا، ثم شنهي. مازال في حاجة ثانية باش ينزل المسيح المخلص ويقودهم وكذا. يجب أن تظهر البقر، تذبح على المذبح هذا، تذبح البقرة الحمراء، فيه بقرة، البقرة الحمراء، وتحرق ويذر رمادها باش يتطهر اليهود من كل ذنوبهم. بعد ما يذر رمادها البقرة الحمراء هذه، في هذا ينزل المسيح المخلص المنتظر ويقود الحرب، ثم تأتي يوم الدينونة. هتستغرب أنت، مستغرب هذا الكلام؟ مش هتصدقه؟ ايه، هذه معتقداتهم وفي كتبهم. ونقول لك شيء على أرض الواقع وحدث وما زال حتى هذه اللحظة. اليهود حتى يتم تطهيرهم باش يملكوا الأرض وينزل المسيح أو المسيا، يجب أن يتم تطهيرهم. هذا التطهير كيف يكون؟ بالبقر، باكتشاف البقرة الحمراء وذبحها في هذا المكان. ولعلمكم، أغلب أنا طبعا إحدى المحطات أو مجموعة من المحطات الفلسطينية موجودة عندي، ونفتح عليها نشوف، باش نشوف أخبار فلسطين ونشوف شنو صار شنو كذا. كيف يستطيعوا؟ طبعا أغلب الناس تعرف تحساب أن المسجد الأقصى هو مسجد القبة، لأن هذا، شوف التسجيل الإعلامي، أكثر الناس تحساب المسجد الأقصى هو هذا اللي عليه القبة الصفراء اللي هي قبة الصخرة، بينما هذا لا، المسجد الأقصى جاي في تركينا بعيد عن الكلام هذا، ودائما الإعلام والصور متوريش فيه قصدا باش ينسى وباش يتم التخريب تحته، ولم يتم تجديد ولا ترميمه، وقريب ينهار نتيجة أعمال الحفريات اللي تحته بالعاني باش يقوضوه باش يطيحوه. فهم شنو يديروا؟ يلفتوا انتباه العالم نحو قبة الصخرة، مسجد الأمل، قبة الصخرة.
يقول لك ان احنا ظننا كل ان هذا المسجد المسجد الاقصى، بينما زي ما قلت لكم المسجد الاقصى هو هو في مكان في جنب، في جنب هذاك بعيد عليه شويه، و تشوفه من برا حتى لما يوريك الصوره متهالك منتهي، لانه تم حرقه قديش مره ويحفروا تحته، ومنعت اسرائيل ترميم حتى كيس شمنت واحده ممنوع تدخيلها للترميم، الان اصبحت في اماكن مهدده بالانهيار. نعم، زيد على هذا شنو هو؟ ان القدس الشرقيه، هذا كلام ادخلوا للمحطات الفلسطينيه وشوفوا كلام شنو يقولوا، والله انه شعب بطل. احنا الان تو اللي شنين اللي عليه حرب وارهابيين وغيره وغيره ومش عارف ايش، والذي نفسي بيده انه ان لو بتقول شعب الله المختار ان هذا الشعب المبتلى الشعب الفلسطيني. القدس الشرقيه اللي هي فيها اللي هي محيطه بالمسجد الاقصى، اليهود منذ ان احتلوا فلسطين حتى هذه اللحظه لم يستطيعوا امتلاك اكثر من 75 بيت، 75 عقار في القدس هذه. هم يبوا يمتلكوا القدس هذه باش يخربوا المسجد الاقصى زي ما يعجبهم، يخربوه علنا، حيجيبوا له التراتوريات ويخربوه ومش حتقدر تدير حتى حاجه. فالامر شو اللي بيديروه هم؟ منعوا في القدس الشرقيه هناك مئات الكاميرات، مش 10 ولا 100 كاميرا، مئات الكاميرات للمراقبه، في كل زنقه فيه كاميرات تراقب في كل شيء في القدس الشرقيه. علاش؟ تحسب يراقبوا في الفدائيين؟ لا والله، هم عارفين ان مهناش غريكتها من يسجم يخش ولا يطلع ولا غيره، لكن هم يراقبوا في الناس، مانعين شنو؟ مانعين اي حاجه لترميم البيوت. شنو قصدهم؟ يبوا البيوت تقعد زي ما هي من الطيح، ممنوع ترممها، لانها بيوت مبنيه مش اليوم واللامس، مبنيه من الاربعينات. تخيل بيوت من الاربعينات والخمسينات، ممكن من الخمسينات، فالبيت قداش بيصمد مثلا مع مطر مع غيره مع غيره مع غيره، مع هم قاصدين اهمال البنيه التحتيه وكذا باش تقعد الميه تحتهم وتسرب وتهلك البيوت هذه. فما قدروش يشتروا الا يملكوا الا 75 عقار حتى هذه اللحظه، الاسبوع الماضي بس، الاسبوع الماضي معنا رئيس الاملاك في 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 منطقه القدس الشرقيه يقول انهم بالحرف الواحد يقول انهم لم يستطيعوا شراء اكثر من 75 عقار. هذا اللي شروه، هم يبوا يشروا كل شيء او يخربوا كل شيء. خليني اقول لكم شيء غريب، مش غريب، هو مش غريب على اليهود. انت تعرف الفلسطيني، طبعا قلت لكم انا الكاميرات ليش؟ لان باش ما يدخلش اي فلسطيني شمنت ولا جبس ولا اي حاجه يصلح بها يشد بها شرك ولا بدا يتهالك الحوش بيطيح في مكانك وكذا. فلهذا ما فيش بني. باش تعرف انت، عارف انت الرخصه اللي احنا رخصه مثلا ورقه رخصه وريقه بس زي هذه مكتوب فيها يسمح لفلان الفلاني محمد بن كذا بن كذا بناء بيت مساحته كذا وكذا، رخصة بناء البيت في القدس كم تساوي؟ أنت وريقة بس، مش عندك يعطوك ما تبني ولا يسمحوا لك بشراء الشمنت، لا بعدين دبر راسك بعدين وبنين تلقاه. باش تبني أنت بيت تحتاج إلى كم؟ 60,000 دولار تدفعهم للحكومة الإسرائيلية باش تعطيك موافقة للبناء. منو بالله عليكم من الفلسطينيين اللي عنده 60,000 دولار بيبني بيهم حوش والله أعلم قديش بيكلف الشمنت مين بيجيبه وكذا؟ طبعا شفتوا لوين. فالعائلة الفلسطينية تلقى البيت الواحد فيه الأب الجد وأبنائه ثلاثة أربعة وأبناء أبنائهم، والذي نفسي بيده معناه الدرش إنه صدمت، معناه إنه ما عندهمش وين يرقدوا. فإحدى الفلسطينيات يوري فيها يسأل فيها يقولها ابن
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وين ابنائك تراقدي فيهم؟ قالت يرقدوا مع ابوهم في زوز من ابنائي الكبار يرقدوا مع ابوهم في نفس الفراش وابني الصغير رضيع بهله رقد فيه. تصوروا منين طلعته جده الشكماجه مرقده عيلها ما عندهاش ليه مكان لانها نسوى لزق بعضها وكذا. جده الشكماجه مرقدتها في الشكماجه خايف عليه من الرطوبه وكذا. الله اكبر على هؤلاء المجاهدين واحنا ارهابيين نصنفوا فيهم وكذا وكذا. كويس، تعال شوف انت التطهير امتى بيكون. التطهير بيكون في لما يكتشفوا البقره الحمراء سنه 2007. خذ هذا الكلام سنه 2007 وهذا الكلام طبعا طلع تو في 2012 عن طريق اعضاء الكنيست العرب اللي بعض اعضاء الكنيست العرب قدروا يعرفوا هذا الكلام وكلام سري طبعا كان موجود وكذا لكن قدروا يفضحوا. الحمد لله رب العالمين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. جت خبريه طبعا في مزارع في كاليفورنيا وفي فيلادلفيا وكذا اكبر مزارع الابقار يملكوها يهود يقوموا باستنساخ الابقار حتى يستطيعوا انهم يوصلوا البقره. في سنه 2007 جت اخباريه معناها للحكومه الاسرائيليه بانه تم اكتشاف البقره الحمراء.
طبعا اليهود معناها بعثوا طول وفد من حكمات ومن كبار رجال الدولة، مشوا لكاليفورنيا، مشوا لهالمكان هذا اللي فيه البقرة الحمراء، طبعا بنت يومين، لأن بحثوا كذا لقوها كلها حمراء، حمراء كلها ما فيهاش، حمراء بالكامل. تصور لما معناها تخيلت أنا حسب الوصف العضو الكنيسة، قال جابوا لهم معناها تموا على البقرة يفلوا فيها بالمجاهر بالمكبرات وكذا، كل واحد شاد اللي شاد رجلها من اللوطة على ركابه، واللي مكفي كذا، واللي ما راقب تحت بطنها يدوروا، بل لا لازم تكون ما فيهاش ولا شعرة لأنها تنقلب إلى كارثة بعدين لو كانت فيها أي شعرة. هم عندهم الغش، معناها ممكن يذبحوا البقرة الحمراء ويقول لك أهو كذا وهو التطهير وغيره، لكن لازم تكون حمراء ما فيهاش ولا شعرة غير حمراء، لأنها ينقلب بعدين السحر على الساحر، بعدين تزيد اللعنة لأنها يعتبروها من باب الحيل، لأنهم ملعونين لأنهم استعمالهم بعض الحيل. تمام. وروحوا تم اكتشاف البقرة الحمراء، روحوا وبعد، لكن طبعا كانت صدمة. طبعا هذه البقرة مستنسخة استنساخ، كان في إعداد لإصدار قرار بهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل، ومعناها البدء في معناها عمليات نزول المسيح. بعد 7 ساعات بالضبط تم الاتصال بهم، قالوا لهم تم اكتشاف 3 شعرات سود في محيط العين اليسرى. فيقول العضو الكنيست يقول، والذي معناها يقسم، يقول ان بعض اللي وصلنا الخبر وكذا، قال لك ان بعض الحاخامات اغمي عليهم من الصدمه، طبعا لان صدمه الفرحه ثم صدمه الصد. فهؤلاء اليهود يرون ان مسيحهم، هم يقول المسيح اللي هو المسيح الحقيقي اللي باش بيظهر بعد على الأرض، وباش يوم لما بعد، لكن شني، لكن طبعا مازال من ضمن هذه انها بعد ما تمتلئ الارض جور وحروب وكذا، يستأصل جميع الاديان ما عدا الدين اليهودي، وكل الحكومات يلغيها ما عدا والممالك، ما عدا مملكه يهوذا اللي هي حتكون في فلسطين. وبعد ما يستريح، بعد ما يستريح كذا، بعدها يستريح رب الارباب، رب اسرائيل، رب الخصوم اللي هو يهوى، اللي هو يبكي ليه قداش خلاص الان ابنائه وين وصلوا انهم معناها اصبحوا معناها بيحكموا العالم وينتهي كذا، فينتهي بكاءه وهذا وتمطر السماء. هذاك الوقت قال لك حسب ما موجود في التوراة، السماء لما معناها ينهي جميع المسيح، ينسي معناها ينهي جميع الديانات وينهي جميع الشعوب وينهي كذا، تبدا المطر، السماء تمطر في ملابس معناها واتية صوفية، معناها مخيطة واتية، وتصبح معناها الحبة القمح تصبح زي كلوة العجل. بعدها يعيشوا 1000 سنة ثم تكون الدينونة اللي هي الدينونة الكبرى ويدخلون كذا. اليهود هل عندهم ذكر للجنة والنار؟ كنت أظن أني نستطيع أن نجيب كل الموضوع في مرحلة واحدة، وهو الموضوع اللي قلت لكم أنا، الحرب على الإرهاب وبدايته وكذا، ولكن يبدو أني مش حنقدر نكمل إلا موضوع اليهود، وهذا زعملنا باستعجال وكذا، فللأسف مازال معي شوية حنكمل. حنتعرف اليهود في التوراة، هل في ذكر للجنة والنار عند اليهود مثلا، والبعث والنشور وغيره؟ طبعا اليهود عندهم فرق كثيرة زي ما قلنا، هناك من يؤمن بأن فيه يوم قيامة، هناك من لا يؤمن بأن فيه يوم قيامة، وهناك من يؤمن بأن هم معناها العاصي وكذا يحاسب في الدنيا بأن ما ييسر لهش الرزق وكذا، وهناك من يعتبر بأن هذه الحياة معناها يستمتع فيها وخلاص، ويعتقدون بأن الصالحين معناها الصالحين من اليهود حيبقوا إلى أن ينزل المسيح، باش يشتركوا باش يشاركوه معناها في التطهير، ويشاركوه معناها في حكم العالم وكل شيء. وهذا له أمل، أي واحد منهم يتأمل هذا اليوم، يتمنى أنه يبقى إلى أن يأتي المسيح، ولهذا يشتغلون عليه. فمن ضمن اعتقاداتهم يعتقدون أن الملائكة قسمين، اعتقاداتهم في الملائكة، ملائكة لا يموتون وهذوما خلقهم الله في اليوم الثاني، ما هم يعتقدون بأن الله خلق الكون في 6 أيام، وقعد في اليوم السابع ليوم السبت قاعد يستريح، ما هو فلهذا معناها يوم السبت هم عندهم عطله. فاللي خلقهم الله في ثاني يوم هذوما ما يموتوش، لكن اللي خلقهم في الايام اللي بعدها في كذا هذوما يموتوا، يعيشوا فيهم معمرين، يعيشوا مثلا فتره وكذا، لكن يعمرون معناها معمرين. طبعا المعمرين طبعا
هناك طبعا الملائكة في حد ذاتهم ملائكة بنفسهم، شنو خدمتهم؟ في ملائكة شنو خدمتهم؟ خدمتهم يشدوا التوراة والتلمود ويقروا فيها على الله. والله إن شر البليد ما يضحك، والله والله أمور غريبة سبحان الله. معتقد هذا، معتقد هذا، معتقد زي ما احنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الذكر بهله، إنما تقولون من الذكر، يطوف حول العرش ولها دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. احنا ان الذكر هذا اللي تقوله لما تذكر الله، لا اله الا الله ولا كذا ولا كذا وكذا، هذه تذهب، هذه الكلمه يرقى بها ملك الى وين؟ الى قوائم العرش، فتسبح، تذكر الله وتسبح وتذكر بصاحبها. نؤمن نحن بهذا الكلام، نؤمن بان الملائكه معناها ان غراس الجنه لا اله الا الله او سبحان الله والحمد لله والله اكبر، هذه غراس الجنه تغرس لك بكل واحده نخله. فانت لما تقول سبحان الله نخله، الله اكبر، اي ذكر كان، مثلا هناك اشجار، هناك نخل، هم نحن نؤمن بهذا، حتى هم يؤمنون بهذا الكلام ان الملائكه تقرا في التلمود وكذا ليش اسمه لرب العباد. ف وتذكر طبعا، والتوراة تبين بان شني، بان هناك شياطين من نسل ادم. علاش؟ ما هو الله لما لعن ادم وغضب عليه واخرجه من الجنه، سيدنا ادم غضب من حواء لان هي اللي هبعته، زي ما يقولوا هم، طبعا اسف على هذه الكلمه، بل غضب من حواء فابتعد عنها، فباش ما يجيش نسل تعيس لان انت مغضوب عليك وانت كذا، فتزوج شيطانه اسمها ليليت على اسماء هم مدة 130 عام، استغفر الله العظيم على هذه الترهات، والله العظيم شيء مخجل. فولدت منا الشياطين، وحواء أيضا كانت في هذه المدة متزوجة من شياطين بهالله، فأنجبت معناها شياطين ذكور، فلهذا البشر نفسهم الشياطين معناها شياطين، في شياطين البشر. فنص التلمود أيضا ناخذ فقرة منه، يقول خلق الله الشياطين يوم الجمعة عندما غيم الغسق. الشياطين يوم الجمعة، ما هذوم الشياطين بني آدم عرفناهم، عرفناهم اجسام جسم بني ادم، لكن الشياطين غير المرئيين اللي ما يشوفوش فيهم، كيف خليقتهم؟ احنا مش احنا الان الجان ما نعرفوش خليقه كل شيء. التلمود بيفسر لك، بيقول لك كيف علاش ما عند ليش ما عندهمش اجسام. قال لك خلق الله الشياطين يوم الجمعه عندما خيم الغسق، ولم يخلق لهم اجسادا ولا ملابس، لان يوم السبت كان قريبا وما كان لديه الوقت الكافي ليكمل ذلك. معناها يوم الجمعة في الليل مع المغرب بعد الكذا خلق الله الشياطين، لكن شني خلاص تعب، معناها استغفر الله العظيم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعب يرتأج يوم السبت لأن يوم السبت راحته وكذا، قعدوا الشياطين بدون أجساد وبدون ملابس، فلهذا احنا ما نشوفهمش. واليهود يعتقدون بأن شني بأنهم هم الوحيدين اللي قادرين على قتل الشياطين، ما فيش حد ثاني يقتلهم غيرهم هم. فطبعا للأسف أنه وقتنا انتهى، ما عادش نقدر ناخذ أكثر من هذا، ولكن أقول لكم يجب أن تنتبه لشيء، وهو أن الآن عرفنا بأن اليهود حيتم تطهيرهم باش يحكموا العالم ويقودهم المسيح، معناها أمتى؟ لما يتم هدم المسجد الأقصى وبناء المسجد كذا، والبقرة الحمراء تذر وكذا، وهذا باش يقود معركة هرمجدون. حتجد هذه المعركة مذكورة وموجود كتبها حتى على النت، تلقى هذه المعركة، فيقودهم في حرب لتصفية كل الأمم الأخرى ما عدا اليهود، ويبقوا عايشين في هذه الدنيا وتعتبر الجنة، ما عندهمش معناها تقوم القيامة اللي هم يقولها يوم الدينونة، فيدخلون الجنة الكل ويستمتعوا بكل شيء. هذا معتقد، ومعتقد طبعا غريب جدا، ومعتقد لا يدعو الا الى كثره التناحر والحرب، ولهذا يشنون حرب علينا بكل الاشكال حتى يفسدون ديننا. حنتعرف احنا على باقي هذا الكلام، كان بدي ننهي في حلقه واحده حتى نتفرغ معناها باقي مواضيعنا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. في نهايه هذه الحلقه اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحقن دمانا، وان يلف بين قلوبنا، وان يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والى اللقاء في حلقه قادمه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعنا على الخير والهناء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.